مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرتكم الجوية اللي طلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي. نبدأ نشرتنا الجوية بإحدى، نروح بكم إحدى المناطق الجميلة المتواجدة ببلادنا الجزائر. اليوم اخترنا لكم مسيلة بضبط عين الريش، أقصى جنوب مسيلة، منظر طبيعي جميل أكيد يعبر عن جمال مناطقنا المختلفة ببلادنا الجزائر. إذا الوضعية المرتقبة إن شاء الله مع فجر يوم الأحد، عودة الاستقرار الجوي، بعض الغيوم راح نشوفوها مع الفجر على اغلبيه الولايات الساحليه الوسطى الشرقيه والغربيه، كانت تتلاشى تدريجيا بعد الظاهره. على العموم استقرار جوي على اغلبيه الولايات الداخليه والولايات الصحراويه كذلك. بالنسبه لدرجه الحراره ان شاء الله وباذن الله مع فجر نهار الغد الاحد نقولوا عليها درجه حراره فصليه، لكن هنالك مناطق درجه حراره راح ترتفع مع الفجر وبعد الظاهره، خاصه على الولايات الساحليه الوسطى، على البويره، على بجايه، على بني ورتيلان وتيزي وزو كذلك وعنابه وطارف. بالنسبه لبقيه الولايات على العموم كما لاحظتوا درجه حراره فصليه 18 على تلمسان، 21 درجه على وهران، 20 درجه على حتى الخط الرابط مع البيض مشريه وانعامه. بالنسبه لولايه الصحراء بزاد درجه الحراره تروح 22 تلحق حتى 30 درجه مئويه، اذا سخانه مع الفجر خاصه على اضرار نسجلوا 30 درجه مئويه كاعلى مقياس. نروحوا نشوفوا بعد الظاهره ان شاء الله لنهار الغد الاحد، استقرار جوي نقول عليه مؤقت لانه حتعاود ترجع اضطرابات جويه ان شاء الله، سحب كثيفه، اجواء نوعا ما غائمه لكن بدون فعاليه على الولايات الساحليه الوسطى، على الولايات الشرقيه والغربيه. هنا كما لاحظوا على طول الشهيد الساحلي الاجواء ما راهيش حتكون صافيه، سحب كثيفه، اجواء غائمه، كذلك على الولايات خاصه من الناحيه الغربيه على تلمسان حتى البيض مشريه ونعامه. الصفاء نلاحظوه على العموم راح يكون في الموعد على بقيه الولايات. ذوبعه رمليه نشطه، نقول المشاهد الكريم مستعمل الطرقات بعد الظاهره على جانب توخي الحيطه والحذر لانه سرعه هذه الرياح تروح 30 تلحق حتى 60 كيلومتر في الساعه. بالنسبه لدرجه الحراره ان شاء الله مشاهدينا الكرام بعد ظاهره نهار الغد الاحد درجه حراره تبقى نوعا ما مرتفعه على اغلبيه الولايات الساحليه، مرتفعه كذلك درجه حراره عاليه اذا غير فصليه على الولايات تخص بذكر الشرقيه، كذلك عنابه، طارف، سكيكده، القاله، سخانه في الموعد، درجه حراره تعاود ترتفع اللي بدات درجه الحراره ترتفع ابتداء من يوم الخميس راح تستمر ان شاء الله حتى نهار الاحد على قسنطينه، على تليسمسيت، على ام البواقي نسجلوا مقياس كذلك 41 درجه مئويه، على سعيده، على شلف، على غليزان درجه حراره تبقى اذا عاليه كما سبق وذكرنا على الولايات الداخليه، على الولايات الساحليه الشرقيه والولايات الوسطى، وهذا حسب اخر نماذج وحسب مصلحه الارصاد الجويه. بالنسبه للولايات الشرقيه ان شاء الله الغربيه نسجلوا درجه حراره فصليه تلحق 27 درجه مئويه، تبقى درجه حراره عاليه 35 حتى 130 درجه مئويه على تلمسان على منطقه الغزوات. بالنسبه للولايات الصحراويه درجه حراره تبقى عاليه على اضرار ونسجلوا مقياس 44 درجه مئويه تحت الظل. حاله البحر ان شاء الله اذا مشاهدينا الكرام لنهار الغد يبقى مضطرب هايج خاصة على سواحل الوسطى، سرعة الرياح تلحق حتى 50 كيلومتر في الساعة على سواحل تنس تلس، 40 كيلومتر في الساعة على سواحل عوانة ديجل، 30 كيلومتر في الساعة على سواحل الشرقية، سواحل الغربية، اتجاهات الرياح بإذن الله على سواحل الشرقية إن شاء الله راح تكون شرقية تماما، تعاود ترجع بإذن الله جنوبية تماما على سواحل العوانة حتى تنس تلس إلى شمالية تماما على سواحلنا الغربية، سواحل مرسى البيدي. مشاهدينا الكرام لهنا لحقنا الختام موعد نشرتكم الجوية الرئيسية لنهار الغد الأحد، نختمها بالشروق ان شاء الله على الساعه 6:36 دقيقه صباحا. نقول لكم لمزيد من المعلومات زوروا مواقعنا اكيد راهي دائما في خدمتكم، بقوا مع برامجنا على قناتكم قناه الوطنيه تيفي، متابعه شيقه وعلى خير، تهلاو في حياتكم.